ضمن جولاته الصباحية حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الطابور الصباحي بمدرسة أسماء ذات النطاقين الابتدائية للبنات، حيث كرم الطالبة مريم قيس التي تفوقت في تحصيلها الدراسي وحصدت جائزة فتاة القيم على الرغم من ظروفها الصحية الصعبة. من جانب آخر، أشاد الوزير بإنجاز الطالبة بدور البنكي التي تعد نموذجا يحتذى به في الانضباط الطلابي، حيث لم تسجل لها المدرسة أي حالة غياب أو تأخير طوال العام الدراسي الماضي. الطالبة مريم قيس بوعلي حصدت جائزة فتاة القيم متحدية الظروف الصحية الصعبة التي كانت تعاني منها سابقا، وحققت التفوق في دراستها فضلا عن تميزها في الأنشطة المدرسية ولا سيما العمل التطوعي وخدمة المجتمع، ما ساهم في نيلها لتلك الجائزة، وهي اليوم بادرت مع زميلاتها إلى الاحتفاء بالمسنين بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمسنين. انت بتكرم اليوم المسنين، وكانت مبادره وايد يعني حلوه، خصوصا انه يعني الطلبه يتعلمون يعني عن المسنين وشلون يعني يكرمونهم وكذي. ولما سمع وزير التربيه ما قصر ان بنتي بتقوم بهالمبادره الحلوه، يعني ما قصر، حب انه هو بعد نفسه اي ويكرمها، ويعني كانت مبادره جدا جدا اسعدتنا. انا حبيت في ذي اليوم يوم المسنين نكرم امهاتنا وامهات البحرين. شاطرتها الإنجاز الطالبة بدور البنجي الحاصلة على المركز الأول في الانضباط الطلابي على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية، والتي تعد نموذجا يحتذى به في الانضباط الطلابي، حيث لم تسجل لها المدرسة أي حالة غياب أو تأخير طوال العام الدراسي الماضي، الأمر الذي أهلها لنيل المركز الأول بين طلبة المرحلة الابتدائية وفقا لإحصائيات برنامج مدرستي لرصد مستوى الانضباط بين الطلبة. الحمد لله أنا حققت الأولى على الانضباط في المدارس على المدارس الابتدائية، وإن شاء الله الكل أنصح كل الطالبات أنهم يكونون كذي وأنهم يدرسون أول بأول ويحضرون دروسهم ويدرسون حق الاختبارات ويحلون واجباتهم. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حضر الطابور الصباحي في مدرسة أسماء ذات النطاقين الابتدائية للبنات، وأشاد بقصة نجاح الطالبة مريم التي تحدت ظروفها الصحية، مثنيا كذلك على إنجاز الطالبة بدور. لقد تشرفت اليوم بالحضور إلى هذه المدرسة المتميزة لتكريم الطالبة الأولى التي نالت هذه المرتبة على المرحلة الابتدائية من حيث الانضباط، فلها كل الشكر والتقدير. وكذلك تشرفت أيضا بتكريم طالبة متميزة في مجال القيم والعمل التطوعي رغم ظروفها الصحية القاسية، فللجميع كل الشكر والتقدير، وللإدارة المدرسية كذلك أيضا، ولجميع إخواني أولياء الأمور في لدعمهم لوزارة التربية والتعليم التي لن تدخر جهدا بفضل الدعم الذي تجده من قيادتنا الحكيمة يحفظها الله ويرعاها لتقديم كافة الإمكانيات. واليوم أيضا كانت لفتة طيبة من هذه المدرسة عندما قامت أيضا بتكريم المسنين في إشارة بأن المدرسة أيضا لها ترابط مع المجتمع، وأيضا تقدير لأولياء الأمور في كل موقع. هذه اللفتة المعبرة التي تسهم في ترسيخ قيم رعاية واحترام الآباء والأمهات من كبار السن في نفوس الطالبات كان لها الأثر البالغ في نفوس المكرمات. شعورنا ما ينوصف، الحمد لله واحنا مستونسين وفي راحة، عسى الله يسلم إن شاء الله المدرسين والمدرسات، يشوفون إن شاء الله مديرة التعليم والمساعدات والطلبة، أن الله ينشيهم ويثبت بهم ويحدهم ربي إن شاء الله على الدراسة إن شاء الله للجامعة، اللي يبي دكتور واللي يبي مهندس واللي يبي ضابط. احنا اليوم يعني ما اقدر اوصف لكم فرحتنا، يعني وهالبنية الصغيرة اللي كرمتنا مدرسة اسماء، يعني ما تتصورون يعني ان احنا ما احتفوا بنا. وكرمتنا البنية مريم ومقصرات، اعطيها الصحة والعافية وان شاء الله تنجح رب العالمين ان شاء الله، ويفتح عليكم وان شاء الله كلكم ان شاء الله بالصحة والعافية. إن الجهود المخلصة للهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة إلى جانب الدور الإيجابي الكبير لأولياء الأمور فيما يحققه أبناؤهم من إنجازات تبعث على الفخر والاعتزاز وتجعلها
قدوة للجميع.